كلنا عم ننظف ايدينا ونغسل ايدينا مليون مره بالنهار. And اصحابي قالوا لي عن Pears، احلى شيء فيه انه فيه 98% جليسرين. وجربناها صراحه. اول شيء كان شو يو هاو سوفت ايدي بعقده صاروا. 98% جليسرين يعني الرغوه هاي ما بتاذي الايدين. ضروري انكم تجربوا Pears لانه تحبوه كثير. جربوا حيلا برودكت من البرودكتس اللي انا فاجئتكم عليهم، and you're gonna love them.